بعد مباراة غزل المحلة وكيف تم تحديد الأسماء؟ احنا كده كده عودة الجمهور رجع بمنظومة وبنيت على مكتسبات. نعم. فحضرتك عندك فان اي دي من خلال شركة تذكرتي، عندك امن رياضي من خلال الشركة الافريقية، في كاميرات وفي تجهيزات في الاستادات، فبالتالي معروف تماما كل مشجع داخل الاستاد هو مين واسمه ايه وصورته موجودة والكاميرا جايباه، فبقى عندك منظومة متكاملة اوكي تقدر تنفذ العقوبة الرياضية طبقا للائحة المسابقة بمنتهى السهولة. فتقدر تحدد لا والله ده اللي غلط، لا هم 349، لا هم 50، فهتقدر تحدد له وتطبق عليه اللائحة. طيب لماذا لم يتم الاكتفاء بالتحذير فقط، في ظل ان في كلام كتير جدا اتقال ان فعلا الصوت ما كانش مسموع داخل ملعب استاد غزل المحل؟ خلينا نقول احنا في تحذير تم، التحذير تم عامة، يعني احنا لما اتفرضت العقوبة مباريتين وقلنا ان لو حد عمل ده من اي مشجع تاني هيتحرم من دخول الاستاد لاخر الموسم، ونزلنا بيه بيان بده. اوكي ولكن حاجة هو حصل، يعني الموقف موجود في شريط المباراة وحصل، فبالتالي لما بتيجي تاخد قرار على فكرة ما حدش بيقول ان بس، لكن انا ممكن ما كنتش سامع، يعني انا مثلا دلوقتي قاعد بص تحت فانا مش سامع، فانت بتحذرني ليه ان انا مش سامع بس في الاخر ده نشيد ده نشيد بلدي، يعني بالعقل، يعني انت فاهم لازم دايما اكون حريص على مصلحه الجمهور. وكان في جمهور تاني وتواجد تاني في الاستاد وكانوا سامعين. اوكي. فبالتالي ما هو حاجة بتيجي تحكم في حاجه او تاخد قرار عندك لائحه. طبعا. فالاستاد ما كان فيه مشجعين للفريقين. فبالتالي واضحه. وفي الاول وفي الاخر احنا قلنا ايه؟ هي عقوبة مباراتين لأن أنت ما التزمتش ببروتوكول المباريات. طيب اتحاد كرة القدم هل التزم مع حضراتكم في إن أنتوا تعملوا حساب بنكي خاص مستقل ولا لأ؟ منتظرين الاتحاد المنتخب. بكرة، واحنا بكرة زي دلوقتي هتكون الأمور واضحة يعني. هل تدخل رابطة الأندية؟ أنت دلوقتي عندك قائمتين بكرة. بتتدخلوا لإنجاح أي قائمة منهم ولا بره الموضوع؟ لا خالص بره الموضوع. في الاخر دي رغبه جميع العمال اتحاد الكوره. الحقيقه بتربطنا علاقات ضيقه جدا بالقائمتين، زي ما بقول لحضرتك هم كوادر محترمه. اللي هتختاروا الانديه احنا، يعني احنا بالنسبه لنا احنا اخترتنا الانديه، واللي هيختاروا الانديه داخل الاتحاد هو ده اللي ان شاء الله هنتعاون، ومتفائل يعني ايا كان مين ان شاء الله اللي هينجح انا اتعاون مع مصلحه الكوره. طيب هل من الممكن احنا نشوف برضو في الرابطة خلال الفترة اللي جاية كؤوس فردية للاعبين، بمعنى الأفضل، أفضل حارس مرمى، أفضل لاعب في الموسم، أفضل كذا أفضل كذا، ويكون ليها مكافآت؟ طبعا هيحصل. شغالين على آخر السنة دي ولا ممكن ما نلحقوش؟ لأن ده برضو هيبقى لسه محتاج رعاة وليه تكلفة. لو قدرنا إن احنا نقدر نعمله السنة دي هنعمل، يعني احنا بنجري على قد ما نقدر، بس زي ما بقول لحضرتك انت عندك تراكمات سنين كتيره. فانت بتغير الحاجات دي يعني هتاخد وقتها، لكن كلها حاجات موجوده وعلى ترابيزه الرابطه. برضو حضرتك قلت لنا ان احنا ممكن جدا يتعمل، بس برضو ما اعتقدش السنه الجايه، مكافاه كبيره للدوري او لبطل الدوري ان شاء الله السنه الجايه، ولا ما ننتظرش ده؟ ان شاء الله يكون السنه الجايه، اللي هي مش السنه دي يعني، بس عشان الناس الموسم القادم، يعني الموسم القادم بعد نهايه هذا الموسم قد يكون لبطل الدوري متوقع من وجهه نظرك؟ لا ما اقدرش دلوقتي. ليه؟ لان لسه احنا شغالين زي ما قلت لحضرتك مع ال 18 نادي. لما نقر لائحه النظام الاساسي ونبدا تسويق القصه دي من قبل الموسم ما يبدا القادم ان شاء الله تقدر تبان الامور. طيب خالد جواب بيقول لك يا ريت يبقى لكل نادي ملعب واحد، احنا عندنا في مصر اكتر من 18 استاد. النادي الصاعد من مجموعه الصعيد لازم يلعب في الصعيد. الحقيقه في اشتراطات، يعني هو اولا في الاستادات في منها جزء موفي الاشتراطات بتاعه النيابه، في منها جزء مش موفي، زائد ان حاجه برضو ما بتتدخلش في كل نادي بيعمل اتفاقه مع الاستاد، يعني ممكن يبقى هو هنا عنده عرض احسن او قادر يتعامل مع اداره الاستاد ده، فدي حته الانديه اللي بتختار ملاعبها. اوكي. احمد بيسال تمام، محتاجين دور قوي من الرابطه
لدعم موقف النادي الاهلي. انت حضرتك قلت ان النادي الاهلي يعني لا تستطيع ان انت تفعل شيء في هذا الامر. بالعكس هنتكلم على الاتحاد، بس هو وقتها اصلا خلاص انتهى لان حتى التذاكر اتعملت يعني. بالظبط. اخيرا شفنا ناس عندها طموح ان الكره المصريه توصل للمرحله دي ومستعدين يشتغلوا ويبذلوا مجهود كبير، ده شابوه ليكم وبالتوفيق. بشكر. هل سيلغى كاس مصر بوجود كاس رابطه الانديه؟ ده بشكل عام بقى مش كاس مصر السنه دي. لا، الطبيعي ان يبقى عندك ثلاث بطولات، هو ده الصح خلال الموسم، هو الدوري وكاس مصر وكاس الرابطه، هو ده اللي ان شاء الله تكون عليه المواسم القادمه. طيب عمر طارق بيقول لك ممكن برضو مش نسمع راي نقدي ان مفيش اي تغيير حضراتكم عملتوه، لكن تذكرتي فكره كانت موجوده، عقوبات جماهير الاهلي موجوده، موضوع البث موجود، يعني ايه اللي اتعمل جديد؟ تذكرتي كانت موجوده طبعا، مكتسبات، احنا بنقول كده، احنا مش بنقول احنا اللي عملنا تذكرتي، بالعكس احنا بنقول احنا بنينا على وجود تذكرتي ان احنا نرجع الجمهور للدوري المصري، ده ما كانش موجود، فنقدر نقول له ان احنا الحمد لله من ضمن الحاجات ان رجع الجمهور تاني للملاعب. مظبوط. نقدر نقول له ان احنا الحمد لله البث اختلف تماما، وبقى لاول مره اتش دي في الدوري المصري بيتذاع، طريقه البث مختلفه. معلش في النقطه دي، هل كل المباريات اتش دي؟ كل المباريات ولا في بعض المباريات بتبقى اس دي؟ يعني ما ممكن تلاقي مثلا حاجه مباراه بس، اعتقد ان كل المباريات او اغلبها يعني معظمها، ولكن على الاقل مثلا في 10 كاميرات كحد ادنى في كل مباراه. كل ده حاجات ما كانتش موجوده في مصر، ما كانتش موجوده الحقيقه. فالشكل دي احنا نعرفها الاكتر، شغالين في الاعلام نعرفها اكتر يعني. شكل المسابقه كله اختلف، التنظيم في المباريات مختلف، يعني كل دي الحمد لله حاجات مختلفه. السبع جولات اتلعبوا بالشكل المظبوط، قرعه اتعملت مفتوحه، مباراه القمه اتلعب في ميعادها، شكل كل ده يحسب للربط عشان هو يعني نشرح له برضه. فده كلها حاجات كانت في ثلاث شهور. احنا جينا قبل ما الدوري يبدا ب 27 يوم تقريبا. فان حضرتك تبدا موسم بالصعوبه دي وتبقى ده المكتسب بتاعك، كاس رابطه، بتعمل بطوله جديده، نقدر نقول له يعني عقوبات على فكره اللي على الجمهور دي كانت اول مره تحصل، عشان هو كان بيقول انها كانت موجوده. هي ما كانتش موجوده قبل كده. طيب تقييم حضرتك لاداء اللجنه المؤقته لاداره الاتحاد المصري لكره القدم؟ يعني انا مش يعني ما بحبش، بص هقول لحضرتك حاجه، اي حد موجود ليه مميزاته وليه عيوبه طبعا، ولكن في الاخر انا ضد مبدا فكره اصلا ان يكون عندنا لجنه مؤقته، لجان مؤقته دي، ضد الفكره من الانتخابات احسن حاجه، لانها لا، وانها لا تليق بالكره المصريه ولا بدوله بحجم مصر، واحنا عندنا 100 سنه كوره، ان احنا يكون عندنا لجنه بيسموها هي نورماليزيشن كوميتي، يعني لجنه تطبيع، فده لا يليق بينا. هو ده الحقيقه في حد ذاته كمبدا انا مش موافق عليه. لا لا تمام. ولا يليق بينا ابدا. يعني انا متخيل ان او معتقد